أصدقائي، قبل ما نبلش المقطع بدي أقولكم ما تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا القناة وتتابعوني على حسابي على إنستغرام. والله بقولكم مشاهدة ممتعة. مجدودة وينك؟ وأخيراً أخذتها. مجدودة كان مخبيها تحت سابع أرض. هاي نت شغال؟ شغال. شكلها شغالة. ارقصي يلا. يلا. لا ارقصي يلا. لا ارقصي يلا. ولك انت ارقصي. لك انت ارقصي. بكل عم بحكي معك قد اديني انت ارقصي ليش ما عم ترقصي؟ انا بحكي معك قد اديني انت ارقصي ليش ما عم ترقصي؟ شبك؟ ليش ارتعبت؟ اكيد لازم ارتعب بابا، ما دخلتك هي بترقب ابليس بذاته. قلتلي يعني مالك عامل شي مصيبة؟ شو؟ مصيبة؟ اي مصيبة مصيبة، ليش انا بتاع مصايب انا؟ لا اكيد ماني عامل مصيبة. ماشي لنشوف. صحيح؟ ما شفتلي نظاراتي؟ لا، اسأل امي اكيد هي بتعرف. والله حسه عامل شي مصيبة. كنا انكشفنا. صحيح؟ هي ليش ما كانت عم ترقص؟ ليش ما عم ترقصي؟ معمش؟ لك هي بطلت تحكي كمان؟ يخرب بيتك اتصل فيك؟ يلا لنشوف جاوبي. طلعي لعندي لهون يلا ركزي. مين فتح الاندلس؟ يلا انطقي. استني امي اللي فتح الاندلس ايش كان اسمه؟ مح 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 ايش؟ مح مح ايش يخرب بيتك من حالك قد البقرة صرتي؟ مين فتح الأندلس احكي؟ استني امي والله ذكرته، طوي بالك شوي والله ذكرته، لحظة شوي بس. لك اسمه مح 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 رجعنا المح مح. هدية لهون. شبك أبو عبادة؟ في شي؟ ما في شيء انا كنت بدور على نظاراتك ما لهون. حاضر خلاص تابعي انت هتشغلي بالك طاوي خلاص انا بدور عليها. وين حطيتها انا؟ بابا مين فتح الاندلس؟ شو مالك عارفاني مين فتحه؟ لك سهل كثير وافع اتذكر ايش كان اسمه. هذا ايه مين فتحه ايش كان اسمه؟ ايه مح 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 انا رايح ادور على نظارتي تكون احسن. وبعدين معك الدين ما قلت ترقصي؟ ولك احكي على المهلية احكي. انت بتحكي ايش ما بتحكي؟ يخرب بيتك جاي على بالي امسك عليك واكره شوفتي. قولي شلون صارت هيك؟ يخرب بيتك لك والله ما كسرت انا شلون كسرت هيك؟ قولي مجدودة إذا بدرا ليخرب الدنيا. قولي رجع لي هالميكس. استنى استنى شو هو؟ أمي عطتني. لا على هذا السؤال لحظة. هذا صوت مجدودة. مجدودة عم ببكي. ايش في؟ عمالة كسر لي الصبارة. امي والله ما عملت لها شيء. كانت بين ايدي ما حسيت انها كسرت هيك وما عملت لها شيء. والله ما قصدي. الله يوفقك على هالعملة. كسرت الصبارة حقها 300 ليرة يخرب بيتك من حالك. راحت ال 300. ابو عبادة. ابو عبادة. ليش ما عم برأيي انا؟ والله انا بتذكر كانت بين ايدي وين صارت. قولك ابو بطيخ تعال شوف ابنك ايش عمل. ايش عمل؟ كسر الصبارة الحقها 300 ليرة راحت ال 300. شو؟ عبادة شاهد على روحك. والله ما كان قصدي اكسر. والله ما قصدي. ما راح اضربك يا غبي لا تخاف. قولك يا غبي ما الصبارة كسرت معي انا مو معك انت. تعال وشلون بقى؟ طول بالك راح احكي لك انت غبي.
دخلت على غرفة مجودة كنت عم ادور على نظارتي، ما حس اني دست على شيء، طلعت عليه ولا طلعت صبارة مجودة، ما طلت شرتها اشوف اذا كسرت ولا طلعت مكسورة، حاولت اصلحها ما تصلحت معي، رحت دخلت حطيتها محلي سحبت حالي لبرا، انا كان بدي اياه يدخل مجودة هو ياخذه، رحت انت مد الغابة دخلت انت وطالعتها انت، كنا بلينا فيها هو وخلصنا حالنا نحن، ومنيح الحمد لله اللي طلع مو انا ماني لقانة. طيب اسمع، عمل حالك انه انت عم تنضرب وانا بعمل حالي اني عم بضربك، ماشي؟ ماشي. يلا يلا بابا. واحد اثنين ثلاثة. الله لا يوفقك. رب بيتك منها. طول تخلنا يا هلا. هيك يا اخو. حرام عليك. بعد عيني. ليش هيك صدرك؟ حرام انتك ليتيرك. الله لا يوفقك. خلاص. الله لا يوفقك. بعد عيني. خلاص رب بيتك. بعد عيني. اخوك عم يكسر جوا. ما قلت لك رح يطلع بشو؟ أمك أحلى عبد حسين، الله يبارك فيك، بدك تخليني إياك عبير عند ولادك كمان إن شاء الله. الله يبارك في عملك عبد حسينه، خليني قلبك، والله والله فرحانة من جوات قلبي. لك شلون؟ لا لا لا، رح يدخل طب، ما رح يدخل غير طب أقل منا يعني. لك إيه عملي عبادة وأخيرا هلا طلعت خدوش خبرتنا إنه عبادة بينك من غرفة عم طالع النتائج وفي ضغط على موقع كثير. الله يخرب بيتك من حالك، الله يخرب بيتك من حالك حيواني. قلتي له نجح يا ستي الله كتر خيرك، بس بتروحي بتقولي له جاب 98% ورقتي شو انتي؟ ايش عامل ايش عامل؟ امي عصبت علي، امي عصبت علي قالت لي اوعي يكون جايب اقل من 90%، بتروحي بتقولي له جاب 98 يا بقره. ولك ايش عامل؟ قلت لك انت معصبه، بدك اياني اقل جايب 60% مشان تنجرط وتطق براسي بالاخير. طق براسك الطق ولك شربت عدمي لهذا الراس. ايش معك؟ طيب ايش رايك اذا بدك بطلع بقى لامي كنا عم نمزح معك، عبادة جايب 60% بس اطلع اقول له سكتي 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 صوتك ما بدي اسمعه فهماني سكتي. ايها ايها واخيرا واخيرا رفعت لنا راسنا. ولك هذا ابني رفع لي راسي، راح يصير مهندس قد الدنيا مشان يروح يرمم بيت جده قبل ما يطب على راسهم. نعم شو اي لا ما حزرت، ما راح يدخل غير طب مشان يعالج لي اجري ويصير دكتور قد الدنيا، لانه جاي ما بحسن بدوس عليهم بركي بعالج لي اياهم ببلاش. هلا بدك تدخليه طب بس مشان ركبك؟ انتوا ليش ما بتفكروا غير بحالكم؟ لك حتى ما سالتوه هو ايش حابب، هو ايش ناوي يدخل، ايش حابب براسه؟ والله والله ما في غيرك بالبيت مجودة فهمان علي، لك ولا حدا سالني شلونك؟ انت ايش بتحب؟ انت على ايش مشتهي؟ مشتهي؟ يلا يلا معلش ابني، يمكن لانه نحن اكثر الناس بنحبك واكثر الناس بدنا نتباهى فيك ونفرح فيك. صح مثل ما قال لك، نحن اكثر الناس بنحبك وبدنا نتفشخر فيك. نتفشخر؟ انا عم بقول له نتباهى فيك وانت بتقول نتفشخر؟ سكتي سكتي كرمال الله انت لا تحكي منو بسكتي، ما قلت لي ايش بدك تدخل بعدين خلصنا. مهندس مو؟ اصلا صح الله يا دكتور اهبل. والله وجه اليوم اللي صرت تنقي فيه يا ازعر، كل هذا لاني مجموعك كبير وانت حرج بدك بتنقي، يا عيني عليك. خلصنا بقى اجدك تدخل لغفنا معك. انا قررت بعد تفكير عميق جدا وبعد طبعا ما عملت استخارة وبعد ما درست الموضوع من 75 جهة قررت اني ادخل المعهد العالي العربي العلمي الاستشاري النووي اللاسلكي. ايه صدقوا 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 هاي الحيوان خدمت، ما كانت عارفانة ايش تقول لأمي. طبعا يعني الحمد لله الحمد لله نحن مؤمنين يعني، وانتو علمتونا يعني، احنا نحمد رب العالمين دائما على كل شيء يعني، وخير يعني خير الحمد لله، ايش بيجي عند رب العالمين خير كله خير يعني الحمد لله رب العالمين. والخلاص طبعا بدك تبقى تشحاد، خلصنا بقى ارجع تدخل. لحظة شوي، ايش هذا النووي يعني؟ يعني بعد ما تخلص دراسة بدك تصير تصمم صواريخ نووية ولا ايش في وراك؟ ايش وراك هلا بتحكي؟ انحل ركبي يخرب بيتك احكي. الله يستور الله يستور بس الله يستور. انا جبت 60% ونجحت وعين الله علي، فاذا انتو حبيتوا تجوا لعندي على الغرفه تشرحوني قصدي تشردوني قصدي تشرفوني بزياره، ميت اهلا وسهلا بغرفتي المتواضعه. افتح الباب افتح الباب انا بفرجيك.
اطلع من هنا. فحينا ابو بدر انا بخليه يفتح لانه طقوا الفيوزات شيتي حيوان.